أنا بقول كلام يا أستاذ خالد وفي 1000 شاهد، والنهاردة الناس بتتكلم، أعضاء اللجنة دي كلهم أحياء. حد يطلع من اللجنة. أنت كنت بعيد عن التعديلات. أنا كنت بعيد تماما عن التعديلات، إنما برضو في النهاية مسؤول عنها. ليه مسؤول عنها؟ لأن أنا اللي شاركت في تقديمها للبرلمان ووافقت عليها. مش مهم مين اللي أعد، ومش مهم مين اللي قدم، أنا مسؤول عنها. لكن أنت اللي طبختها في البرلمان. لا أعفي نفسي من المسؤولية. لا، أنا ما طبختهاش في البرلمان. إيه؟ التعديلات بتأتي وبتجرى لها صياغة نهائية في البرلمان، لا تختلف كثيرا عن، يعني أقول لك إيه، صياغة التعديلات زي ما بتيجي من الرئيس في النهاية. اللي بيبعتها الرئيس. فانتوا عرفتوا ان الرئيس اللي بعتها فسلمت. لا، مش عرفنا ان الرئيس اللي بعتها، عرفنا انها جاءت من لجنه، وهذه التعديلات في نهايه الامر مش مهم مين اللي اعدها، ومش مهم مين اللي كان مسؤول عن تنظيم الاتفاق حولها. انا بتكلم عن الهيئه البرلمانيه للحزب والتصويت عليها، وانا مسؤول عن ده. يعني انت خدت التعديلات تعرف انها معيبه وقدمتها للبرلمان. الحقيقه في هذا الوقت بالنسبه لالغاء الاشراف القضائي ما كنتش اعلم تماما انها قد تؤدي الى مشاكل كبيره في الانتخابات. اسمح لي اقول لك ليه. لان كانت الافكار التي في اذهاننا او في ذهني انا انه من الممكن انه يبقى في بدائل للاشراف القضائي. وكان التفكير كده رغم ان دي كانت بتدي صوره طيبه امام العالم. انا مع حضرتك، انا بقول لك ده كان خطا تمام، بس برضه اسمح لي ان انا اشرح ان كان في بدائل كنت اتصور انها ممكنه. اساتذه جامعه، محامين امام الاستئناف والنقد، رؤساء جمعيات زراعيه في غير دوائرهم، ضباط متقاعدين من القوات المسلحه، وهكذا. ايوه، بس دي قادت للنتيجه. اللي انت انا مسلم معاك، انت معترف بالخطا. تمام، طالما اعترفنا بالخطا في دي تمام. وبرضو الموضوع ما كانش وراه تآمر، لان كانت في اصوات من السلطه القضائيه نفسها كانت ترى، ومنهم الحزب، بعض الاشخاص الاقرب لفهم السلطه القضائيه كانت ترى انه تعريض القضاه لعمل في نهاية الأمر هو عمل أقرب إلى الإداري منه إلى القضائي. أنا بتكلم على تواجد. أنت أنا مش عايز بقى تشرح لي حاجة طلعت غلط وأنت اعترفت إنها غلط. لا، بس اسمح لي إن أنا أشرح. بس طلعت غلط. عشان أنا، ما أنا قلت لك من البداية. ولا عايز تبرئة بأثر رجعي على إلغاء الإشراف القضائي؟ لا لا لا، مش عاوز تبرئة من حاجة. أنا بحاول أشرح لك وأوصل حقيقة للناس إن مش كل حاجة بتؤخذ بطريقة الأبيض والأسود. في آراء كانت موجودة في السلطة القضائية إن بلاش نتصدى مباشرة لعمل كده. هو ولا أنت لما لقيت المادة، المواد الدستور اللي متعدلة وضمنها الإشراف، إلغاء الإشراف القضائي، بس قبلها مادة حلوة جدا 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 ممكن تساعد جمال مبارك على التوريث وكده، فيعني أنت عشت في إطار خطتكم للتوريث. أنا هوري لك فيديو عن في بلبيه الشرقيه في انتخابات 2010 ماذا فعل الغاء الاشراف القضائي. شوفوا معايا معلش. بص، هو من غير صوت، بس بص بقى عمليه التزوير التي تتم على الهواء مباشره اهو قدامك. هذا ما جرى في بسبب الغاء الاشراف القضائي. الراجل قاعد ما شاء الله عليه وماسك الورق. صوتي طالع يا شباب ولا مش طالع؟ بس عشان بشرح الفيديو للبشمهندس. هذا ما فعله إلغاء الإشراف القضائي، وهذه الصور أنا عايز أقول لك كل ربما المحطات والمراكز الحقوقية، وإحنا شخصيا في اليوم السابع أذعناها خلال الانتخابات تأكيدا لعملية التزوير. هذا ما فعله إلغاء الإشراف القضائي. باشمهندس، أنت اطمأنيت إلى أنه المواد التانية اللي بتساعد على الدستور فمررت حكاية الإشراف القضائي. هنا أصل الثورة، ان احنا بنتهم هذا النظام بانه نظام فاسد، انه نظام زور، انه نظام طغى، نتيجه اللي حضرتك شايفه ده. اتفضل يا فندم، ارجع بقى، كفايه كده، كفايه تزوير ده بالصوت. انا ما نفدش على فكره ان كان في مخالفات في انتخابات 2010. كان ردي ويعني واضح انه بس دي مش مسار طبعا. مسار ده تزوير. لا، ما هو ده اسمه التزوير، هو مخالفة في النهاية. أيوة، بس نسميه باسم. التعبير المستخدم هو عاوز تسميه تزوير، سميه تزوير. أنا هرتاح أكتر. بس بكرر مرة تانية وأكد لك يعني إن ده ما كانش حال لجان مصر كلها. برضو ما أعتذرش عنها.
او بمعنى ما دافعش عنها، بلاش ما اعتذرش عنها. حاولت اشرح انه كان في خطأ وهو الغاء الاشراف القضائي. حاولت اشرح انه الغاء الاشراف القضائي لما صوتنا عليه في المجلس ما كانش الهدف منه كله تآمري، كان في اصوات مهمة بتقول بلاش تعرض القضاء لعملية انتخابية خصوصا بعد تجربة 2005. في نهاية الامر الغاء الاشراف القضائي كان كان خطأ تاريخي. انا شخصيا لا اتصور انه يعني في جيل جديد على مدار، يعني لو قلنا انتخابات تجرى على مدار العشرين سنة القادمة، انه من الممكن اجراء انتخابات سليمة دون الاشراف القضائي. انما بكرر تاني استاذ خالد، ظهر الحق، ظهر الحق. ما انا بقول لك من الاول، يعني مش الحق بين والحق ظاهر، ما بقولش انه ما بقولش يعني لا اتي بجديد. طيب سؤالي اللي كان قبل ده، وبالتالي كانت العوده تحت انه التوريث موجود في المواد الثانيه اللي في التعديلات الدستوريه. الحقيقه ده مش حقيقي، الحقيقه ده مش حقيقي. طب ممكن اخد منك الاجابه بعد الفاصل. حاضر.